راجع ان شاء الله عن الصوت يعود مسموع. كيف ما تعرفوا يانس جينا هون هذا الطفيل اللي عنده مشكلة في العين، عين وارمة وماشي من القيع وماشي من الدم، وجايبه والده، والده ظروف المادية ضعيفة جدا والله، قاع ما هي خارقة، وهذا للأسف إذا كان ثم مدة مهتمة بالمواطنين والله ثم مدة فاتحة الباب أمام المواطنين، يعود قاع ما رجع ليانا ولا رجع لعمر ولا زيد، يعود قبل السلم الإدارية الطبيعية. يا غير كيف ما تعرفوا الوزارة اللي مسؤولة عن ذا لا تسمحوا لي نقلع الكمامة، ياك يعود كلام واضح، حد مشى بالطفيل لا لا يفتر راسه وتوف اللي فم فم حد ما هو جايبينه هما والله ناويين هما فيه انه يعدوا شي معدلين هما رؤوسهم، ما فهمش معدل المواطن بشكل عام ولا فهمش معدل المولي المولانا. وعلى كل حال لجأنا ان نعرضوا حالته للمحسنين والخيرين والناس اللي تبقي تقدم شي لاخرتها، وجيناه اليوم وهو هو راك حالا جيناه في الدار هو هون طفيلة راعي، وقبلناه اليوم وقسنا به المستشفى الوطني اللي هو طبل كبير، وشاكرين إدارة المستشفى على تعاطفهم على الصغير ووقوفهم على المريض المسيكين اللي ما عنده حول ولا قوة واللي عاجز عن ما عنده أي شيء قد يعدله. وجينا وطرحنا مشكلته على إدارة الطب الأمانة، وعدوا له فحوصات وقالوا عنهم لله إن شاء الله، لكن اللي قد يعدل له يدور يعدل له، وكسبونا على شي من الدواء وأعطونا ميعاد أسبوع إن شاء الله ندور نرجعوا لهم إلى جبال العافية زينا ما أجبرها لا هي نرجع أنه تعدل له عملية. إذن الحقيقة إدارة المستشفى جزاه الله خيرا تعاطفت معانا وشاكرينهم على ذا، وإذا هو اللي يلا يلا الناس كاملة ضعاف اللي ما عنده دخل ولا عنده شيء يلا لا الجهات المعنية توف معاه، وإذا هو اللي يلا يا قارة اخترت لارك نجيهم هون يعني نسلم لهم مبلغ مالي وصلني عن طريق بعض الإخوة، وتعهدت لكم يا امس عن اي روايه وصلتني بني هنا نعدلها بالصوت والصوره، ياك انا مبرا ذمتي منها وياك الناس كامله وياك اهل الفضل ما اللي يشوفوها وتشوف ذاك هو اللي هو برنامجنا اللي نعدله، ياك وعد كل شيء واضح. وجيتهم اليوم ابو بكر احنا يا امس تكلمنا عن القضيه اللي هي وجاوكم وقيات راجين ان شاء الله عن اهلهم جزاهم الله خيرا كثر خيرنا وخيرهم. شوف هذه 100,000 مشيها لك شاب من اهل امريكا، يا غير احنا ما نذكروا الاسماء، يا غير انا ملزم بني نعدل ذا ياك نتبرع انا من ذمتها. شوف هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذه 100,000 مشيها لك شاب من اهل امريكا جزاه الله خيرا وكثر خيرنا وخيره، غير قاعنا ما نسمو اسمو احنا قاعد اسامي ما نسمو بيدي هذا شو معدل مولانا، احنا ما هو احنا ما مقرر فينا فهم هذا معدل توم الدد ورجل عند مولانا، هذه صامي لوقيه 100,000 وقيه احسبها ودخلها في لابوست بعد قاعد يلوي احسب احسبها يجي مالها 100 لو شوف هذه 20,000 هاي 20,000 مشيها لك شاب ثاني من اهل امريكا راعيها شو هاي 10,000 وقية وهاي 10,000 وقية خالق امرا مشيت لك انت 40,000 يامس وقبلتها اليوم، وخالق راجل ثاني مشى لك 10,000 وقبلتها اليوم، خالق شاب ثاني اتصل علي عن طريق الميسنجر قبيدو 30 مينيت ومشى لك 100 دولار قال انا ما استلمتها مشى لي عن طريق رجاج، والوقت اللي استلمتها لين قبلها نجيبها لك الدور تعود قيمته 33,000 والله 35,000 الله اعلم تقريبا، وراجين ان شاء الله
عن هذا الشباب اللي المبلغ كامل اللي فاتح صار 200 الف وقيه، 200 الف بالمية اللي لا يجينا 100 دولار، ما عرفت نقبضناها يا غير بعد وصلت الشاب اللي لا يوصلها لنا يا غير ما فات اعطانا اشاره باننا نقبضوها، والوقت اللي اعطانا اشاره ان شاء الله لا نقبضوها ونجيبوها لك ان شاء الله، ولا تعودوا اللي قدام الكاميرا. جزاك الله خير. يا كانت نجه من 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 مسؤوليتي وتجبر انت اللي بشكل مباشر وتطلب، بما انك انا نعرف حالك ونعرف مستواك المادي ولا شك عنك دعوتك تعود لا مستجابه، اللي نعرفك تبارك الله نعرف عنك انسان ان شاء الله دعوتك تعود مستجابه، توجه كلمه للناس ومازلنا فاتحين الباب قدام الناس كامله اللي منهم يبقى يساعد في هذا الطفيل، ياك مولانا يسلك له عيني والله يسلك له واحده من عيني. وانا بعد بس مشاكر اصحاب الصفحه اللي عدلوا مشاركه للبث، لانهم لولاهم هم قاع ما يحس حد بالقضيه ذي، وطالب هم اللي دارك عنهم يعدلوا مشاركه ثانيه، ياك يعم ان شاء الله الخير، وتوجه رساله للاخوه اللي مشاو لك هذا المبلغ تشكرهم وتطلب منهم ان شاء الله التوبه. انا شاكر للجماعه اللي مشات هاي الفضاء، يعطيهم العافيه ويعطيهم العافيه ويقعد ان شاء الله عند مولانا ويفكهم من النار جميعا، لكات من النار غزة حمار، ونعطيهم العافيه ان شاء الله. امين ان شاء الله. ان شاء الله هذا المسلمين ان شاء الله، الله يعطيهم العافيه ويشفيهم ويشفيهم ويشفي جميع المسلمين جميعا ان شاء الله. امين ان شاء الله. أو عيد لهم رقمك لعل يعود فيهم حد ثاني الله يساعدك والله. كثر خيرهم وإن شاء الله العلاقة نعدلوا كاملين، يعطيهم العافية ويكثر خيرنا وخيرهم. يعطيهم هم اللي باش يعطوا ويتموا يعطوا للناس اللي محتاجين اللي جاهم رقاش فقير والله ضعيف. يعطيهم باش يعطوا إن شاء الله. لو أقول لهم رقمك لعل يعود فيهم إن شاء الله لعل يعود لسه حد عنه 46 95 79 29 46 95 79 29 هذا رقمي. لا تنسى تقول لهم انا اقرب لك شيء من غزة بيج ماركت. اقرب لي هون شيء غزة بيج ماركت ان شاء الله. طرحوا لي اليوم طرحوا لي اللي عندهم تايره قالت بعض قستر. جزاهم الله خير هم اللي سلموا لي ذاك اللي قالوا لي هم كامل سلموا لي ان شاء الله. والحمد لله. الله يعطينا ويعطيهم العافيه. نوري ثاني من العالم الخير من العالم الناس الصالحه. اذا مشاهدينا الكرام الله نوادعوكم، اخترنا باطن عدلوا قدامكم ياك توصل الرساله وشوفوا اللي لها عنها وصلت وجزاكم الله خيرا.